اتفاجئنا يوم 19 يوليو اللي فات انه صدر قرار رسمي بفصلنا تعسفيا. القرار اللي بلغنا القرار ده هي كانت إدارة الموارد البشرية في الموقع، سألناها يعني طيب احنا لينا مستحقات لان ده اسمه فصل تعسفي، القانون بيقول انك عشان تفصلني لازم تخترني قبلها بفترة كافية، القانون بيقول انك عشان تفصلني لازم يكون صدر مني مخالفات مهنية او قانونية او ادارية بتقول ان انا استحق الفصل. فوجئنا يعني بلا مبالاة كده، فان الزملاء راحوا عملوا محاضر في اسم الشرطة، قدمنا شكاوى في مكتب العمل، قدمنا مذكرة للنقابة، النقابة تضامنت معانا وطلعت بيان تضامن، الأستاذ خالد البلشي والأستاذ محمود كامل أعضاء المجلس جم الموقع زارونا في مقر الاعتصام، دخلوا للأستاذة رشا الشامي رئيس تحرير اتفاوضوا معاها. المهم هي قالت إن يعني كلامها ما كانش مريح الحقيقة بالنسبة لنا، لأن هي بتقول إن في زملاء ليهم وناس وزملاء ما لهمش. عملنا الوقفة الاحتجاجية دي، بناخد تصريح من وزارة الداخلية دلوقتي عشان نعمل وقفة قدام شركة إعلام المصريين المملوكة لأحمد أبو هشيمة وقدام مجلس الوزراء. في إجراءات قضائية هنعلن عنها في وقتها، يجوز إن احنا نخش في إضراب عن الطعام، يجوز إن احنا نعمل أقصى شيء يسمح به القانون للحصول على حقوق، ونفسنا طويل جدا ومكملين لأبعد. يا نقابتنا فينك فينك، يا نقابتنا فينك فينك، سرقوا فلوسنا عيني عينك، سرقوا فلوسنا عيني.